يحتفل ملايين الصوفيين في مصر اليوم ببدء مولد سيدنا الحسين رضي الله عنه، والذي يقام حول مسجده، حيث يعد أكبر موالد الصوفية في مصر، ويأتي إليه الآلاف من المتصوفين ومريدي الإمام الحسين من مختلف محافظات مصر. ومن المقرر أن يدعم خلال المولد حشد الصوفيين لحملة دعم المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية. ومن جانبه قال مصطفى زايد منسق ائتلاف الطرق الصوفية أن الائتلاف وعددا كبيرا من الطرق سيتحركون في هذا المولد مع المتصوفين لإفهامهم بالوضع الحالي الذي تمر به البلاد، وأن لا يقع فريسة للدعاية السوداء لأي مرشح أقرب للصوفية من أجل انتخابه كما حدث من الرئيس المعزول محمد مرسي. ولمزيد من التفاصيل معنا الشيخ مصطفى زايد منسق ائتلاف الطرق الصوفية، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل مريدي الإمام الحسين وعشاقه في جميع أنحاء العالم بخير وطيبين، وإن شاء الله تمر أيام المولد بخير. عندكم كم يوم لهذه الاحتفالية العظيمة إن شاء الله؟ إن شاء الله إحنا الاحتفالية بتاعت مولانا سيدنا الإمام الحسين ابتدأت من النهاردة، يعني النهاردة الاحتفال الرسمي لمولد مولانا الإمام الحسين. أما احتفال الدراويش كما نسمى ده ابتدأ من الأسبوع اللي فات، من الثلاث اللي فات. طيب عايز اسال حضرتك الفعاليات اللي هتقوموا بيها هتبدا بايه ومكانها هيكون فين؟ والله كالعاده ابناء الطرق الصوفيه من جميع محافظات مصر بيحضروا لمكان الاحتفال اللي هو بجوار مولانا الامام الحسين. مش قلقانين من الزحام السنه دي، وخصوصا انه في قلب منطقه سياحيه، ولا قلبكم مطمئن بالله؟ لا احنا قلبنا مطمئن بالله، ومعروف عن الصوفي انه مسلم كل امره لله. ما لا بترهبناش تهديدات، ما بترهبناش اي شيء، لان احنا رايحين لله بالتاكيد. ولا الحوادث الارهابيه اللي بتحصل في الاماكن السياحيه في الفتره اللي فاتت خوفتكم او خلتكم تطلبوا مزيد من التغطيه الامنيه للاحداث المولد او لفعاليات ايامه؟ والله يعني احنا كابناء طرق الصوفيه احنا بنقدر بهوز الامن في الاحداث اللي حاصله ديت، وبنشكرهم واحنا بنساندهم. وابناء الطرق الصوفيه في مولد مولانا الامام الحسين كلهم مع رجال الامن على قلب واحد لردع الارهاب ده، وهيقفوا معاهم في سيدنا الحسين، وهيحموا الميدان من اي حد يفكر انه يخش يعكر صفو المولد. طيب فضيلة الشيخ مصطفى زايد، يعني الحقيقة يعني عجبني الخبر في صياغته، بيقول انه هيتم افهامهم لمجموعة الصوفيين ومجموعة المريدين اللي هيبقى فيه مناسبة جميلة انهم هيتوافدوا بعدد كبيرة جدا على مقام الامام الحسين، انه افهمهم الوضع الحالي والا يقع احدهم فريسة للدعاية السوداء لاي مرشح زي ما حصل في زمن المعزول محمد مرسي وعام في حكم الإخوان. كيف ستواجهون أي محاولة لأن يقع أي واحد من مريدي طرق الصوفية فريسة لهذه الدعاية؟ معروف عن أبناء الطرق الصوفية أنهم من بعيد كل البعد عن السياسة، فبيستغلوا مش نقول لجهلهم لأنهم الصوفية مش جهلة، بس لتعاطفهم مع آل البيت، فبيتم استقطابهم عن طريق اي مرشح يدعي انه مناسب لآل البيت او محب لآل البيت. فاحنا خدنا على عاتقنا الموضوع ده ان احنا نلف على اخواننا ونفهمهم، حتى لو اللي جاي ده مناسب من آل البيت وهيضر مصر مش عاوزينه. ايوه. طيب الخبر بيقول انه من المقرر انكم تدعموا خلال المولد حمله دعم المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهوريه. ابناء الطرق الصوفيه جميعا يعني خدوا قرار انهم يدعموا الفريق عبد الفتاح السيسي. اولا الاهداف لحاجات كثيره جدا. الفريق عبد الفتاح السيسي والله خرج من منطقه مولانا الامام الحسين، يعني الكل يعلم انه تربى وترعرع في منطقه الامام الحسين. تمام. وان الراجل يعني شايفينه كلنا انه بيدافع عن الارض والسعد والعرض، وراجل حاطط ايده على كفه مش مستني اي حاجه، فعشان كده احنا ابناء الطرق الصوفيه كلنا واقفين بجواره.
وهنقاتل معاه لو طلب حتى ابناء الطرق الصوفيه كلهم ان يلبسوا اللبس الميري ويجاهدوا معاه، هنجاهد معاه ونقف معاه. احنا كنت قلتها العام المنصرم على قناتكم، قناتكم سعادتك يوم 24/2 في مولد ابن الامام الرفاعي ان دوله ظلم الاخوان هتنتهي خلال من شهرين لثلاثه، ودي كانت بصره من اهل البيت احنا بنقولها ان شاء الله، ان بصره من اهل البيت ان خلال ايام قليله هينتهي الارهاب والكلام اللي بيحصل من الجماعات المتطرفه التي لا تعرف لا دين ولا حياه. فاحنا بنقول ان شاء الله للمصريين كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله مولد سيدنا الامام الحسين يكون فاتحه خير على مصر ان شاء الله. بشكرك جدا الشيخ مصطفى زايد منسق ائتلاف الطرق الصوفيه، وكل عام وكل المصريين بخير في ذكرى مولد الامام الحسين، ولكل مريدي الذين سيتوافدون على القاهره لاحياء هذه الذكرى العطره كل عام وانتم بخير. فاصل